إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إكسنت 2017 طبعا ممشاها ما شاء الله تبارك الله 106,686، يعني لسه ما كملت 100 أو 107، يعني ما الآن نقول 106,500 أو 106,686، يعني السيارة لسه ما مشت كثير. قسم بالله ما أحلف على الرجال، لكن أنا أعرفه شخصيا لأنه يقربني. استخدامه طبيعي جدا، وممكن حتى نفس طريقة أسلوب الشيبان، يعني له حق الشد ولا تسارع ولا حق سرعات، ويالله كلها مشاوير من البيت إلى المدارس من المدارس إلى البيت. طبعا سبق ارتفع لي حرارة الماكينة وتم حلها، ولكن اليوم جاني عنده مشكلة في التكييف، وحليت مشكلة التكييف عن طريق له تغيير الحساس حق الكمبرسر. فقال لي عندي موية الرديتر تنقص. قلت للأمانة ما شفت شيء واضح عندي هنا عشان أنا أشيك، لأنه أنا دائما أي ميكانيكا أي واحد إذا صلح منظومة معينة تلاقي لي في شيء ملحوظ ويقول لك والله عندك كذا وكذا. فأنا ما لاحظت شيء عندي من منظومة التبريد الموية حق الحار أو غيرها من الليات إنه في تهريب. فذكر علي إنه أصر علي إلا أشوف المشكلة. فللأمانة ما في والله، بس سبحان الله كذا، ويعني أحيانا ضربة الأعمى أو يعني أحيانا قد تصيب في أشياء أنت ما متوقع لها. فقلت أتأكد من غطاء الرديتر هل ناقص الموية ولا لا. للأمانة كانت المفاجأة، خلط زيت مع موية، ولا أعلم هو زيت الجير ولا زيت الماكينة، لكنه الأرجح أنه زيت الجير، لأن جيرها الأكسنت هذه 4000 وحجمها 1400 ل 2017، تيجي جيرها سي في تي، جيرها سي في تي يجيك الزيت حقه مايل للزراق أو مايل، يعني ما هو نفس زيت الـ ATF أحمر، فلاحظوا فيه زي الزرق، وهذا يعطيني انطباع لأنه فيه طبعا الموية خضراء والخلط اللي فيه خفيف. فأنا سألته عندك مشكلة في الماكينة أو الجير؟ قال لي والله ما في شيء، كل شيء عندي طبيعي، الجير كل شيء طبيعي. ليش؟ لأنه خلط الآن زيت الجير ممكن احتمالية أو زيت الماكينة صار يخلط في الرديتر نفسه ما يروح عكسية. لو كان المشكلة الموية يروح على الماكينة ولا الجير كان تلاقي في مشكلة صوت خشونة في الماكينة أو الجير ينتع وما ندرك منه، لأنه الجير عدو النتعات أو عدو الجير الموية. فشكت على زيت المحرك ما شاء الله نظيف جدا ولا في أي خلط، والزيت ما شاء الله على هذا المستوى، يعني ما في نقص وما في أي خلط. كذا يعطيني انطباع الآن أنه المشكلة من تبريد عن طريق الزيت، وأنا قد نصحت وحذرت أكثر من مرة أنه سيارات أغلب مشاكلها الخلط يكون من المبرد اللي في طبة الريديتر للتبريد زيت الجير. وظيفته هو التسخين أسرع والتبريد، ولكن التسخين أسرع للمناطق شديدة البرودة، والله إحنا ما نحتاجها في الشرق الأوسط. فعشان كذا أغلب الناس كانوا ضحيتها خلط الموية إما في الجير أو العكسية. فهذا الحمد لله جت أنه عكسية، أنه المبرد ضرب وصار يقبل الموية أو يقبل الزيت من الجير وليس العكس. طبعا هم قد اشتغلوا عليها عشان مشكلة الحرارة، وعشان كذا لاحظوا عندي الليات هنا مو في مكانها، عندي هنا مكان تخزين اللي وعندي هنا برضه تخزين في مكان اللي، لكن هذا المشكلة ما هي منها، المشكلة ما في التخزين، ولكن المشكلة انه بعد السيارات اليابانية التايوتا تلاقي التبريد حقها في الطبة من اسفل، هذه تبريدها في الطبة من ناحية الجنب. لاحظوا هنا عندي هنا ماسورة، هذه الماسورة حقت التبريد حق زيت الجير يجي في الطبة جانبية. في السيارات الأمريكية يجي طب واحد يمين واحد يسار واحد لزيت المحرك واحد لزيت الجير، هذه دائما الطبات فيها مبرد داخلي، المبرد الداخلي هذا لما ينشعر يصير يتقبل يا زيت أو يعني يصير يخلط يا الزيت على الموية أو الموية على الزيت. فالآن اللي عندنا هنا أنه الزيت الجير وهذا الغالب والأرجح يخلط على موية رديتر، فيش بسوي الآن؟ راح ألغي الآن المبرد حق الجير اللي، وقبل لا ألغيه راح أشيك
انا زيت القر. طبعا هذا مالكم، هذا من المويه اللي فكيتها من الغطاء نزل تحت. ايضا هذا التهريب من انا فكيت الحساس حق الكمبرسر عشان ما واحد ياخذ عليه. لكن انا الان برضو بقيس كميه الزيت. كميه الزيت هذه تاخذ من 3.5 لتر الى 4، او اني انا بلغ الان المبرد، لانه الزيت القير اكيد انه بيكون ناقص. لكن عشان تعبيه، تعبيه عندك هنا سرت اللي هو القياس، هنا سرت القياس، وهذه هنا سرت التفريغ والتعبئه حسب علمي ظهر من اعلى. طبعا هذا الان نشوف اللي هي القربه معباه، لاحظوا عندي هنا راح الان نطلعها. طبعا نطلعها عندي هنا في كليبس، لاحظوا الكليبس هذا تسحبه لاعلى او لجنب، تسحب القربه لاعلى وتطلعها. صار المبرد يخلط زيت على القير، وكمان برضه يرجع على الراديتر، لانه النقص اللي في المويه حق الراديتر صار ما هو نقص عشوائي، النقص كان يروح على زيت القير. فلاحظوا الان عندي هنا لون الزيت، لاحظوا مخلوط بالمويه. شوف هذا الحال، هذا الحال. ما عندي الان قطع غيار ولا عندي زيت، لانه السياره الان في يوم الجمعه. فالحل الان انا بفك الراديتر واسوي له تنظيف، او بدون ما افك الراديتر اسوي تنظيف، راح اغسل الراديتر. و قفلنا الهوز اللي هنا بسداده، قفلنا برضه الجهه الثانيه بسداده عشان ما ابغى نطول في السالفه، ويصير عنده برضه عمليه تدوير في المبرد هنا. خلاص قفلنا نهائيا التهريب سواء من تحت ولا من اسفل. مشكلة التسرب الموية على مجرى المبرد قفلني نهائيا. الآن هذه عندي سدادة، هنا سدادة نهائيا، ولا عاد يحتاج تغييره إلا إذا كان بيغير الراديتر، لأن الراديتر عندي هنا في مشكلة. لكنه إذا تأثر مرة ثانية يغير الراديتر بالكامل بعون الله. أما الآن الراديتر تم حل المشكلة نهائيا من نفس المبرد بدون الحاجة لفك الراديتر. طبعا لا، قبل لا أركب المبرد الصدام، بستغل الان فكت الصدام وبروح افك البلف في المسمار هنا اسفل الكوع، واحد فوق الكوع، مسمارين فقط بس. راح نفك الان ونطلع البلف، وراح نفرغ المويه اللي موجود مع الزيت سابقا، وراح نسوي تنظيف بالكامل، لانه بالبلف لما تحطه يكون موجود راح يعيق حركه التنظيف، لانه ما راح يفتح الا على 82. فانا راح الغي البلف وافرغ الزيت القديم مع المويه، وراح احط المنتج. وعندي خيارين، يا احط الفيري اللي يشيل الدهون علبه كامله، او اني احط المنتج حق المنظف الراديتر. لكن المنظف حق الراديتر اعتقد انه ما راح يفيد، لانه فقط حق اللي هو تنظيف الصدى. لكن انا ما عندي صدى، عندي الان اللي هو زيت، ولكن بحاول اجرب الفيري. وبعدها راح افرغ الزيت المويه بالكامل عن طريق هوز بمضخة الدينامو العادية اللي عندنا في البيوت، عشان بدون بلف راح بعون الله يطلع الموية بشكل كامل مباشرة. راح اول شيء الان افك البلف، وايضا راح اغير ان شاء الله البلف حق النيسان ديتسن يفتح على 76 افضل من حق الوكالة، لان حق الوكالة 82. بعون الله يركب بالملي ونشوف القاعدة اذا كان تركب بالملي ولا يكون اكبر او لا، بنشوف المقارنة بعد الفك. فتحنا الكوع، هذا عندي البلف، وهذا عندي هنا الان البلف. ولاحظوا سي صدى فيه، بحاول اقرص لانه ماسك ما شاء الله. هذا الان لاحظوا الخلطة بسيط هنا في داخل الجير الماكينة. شوف لاحظ هنا في زيت رصبات، لكن إن شاء الله بحول الله راح نسوي تنظيف الكامل. وهذا البلف يعني سبحان الله ممكن نفس الحجم حق النيسان. بشوف الآن المقاس مع الجلد هذه. طبعا فكينا بلف السيارة، ولاحظوا عندي هنا هذا البلف حق الاكسنت
يفتح على 82، مكتب هنا هونداي كيا، ويفتح هنا على 82. بس نظف للأمانة ما يفتح 82، يفتح 88. لاحظ عندي هنا يفتح 88، يعني حتى أعلى من السيارات التاهو اليوكن. التاهو اليوكن يفتح على 86. هذا عندي لانكسنت 2017، وممكن هذا حتى ينطبق على أغلب السيارات الكورية واليابانية، هونداي وكيا. والله أول مرة المعلومة هذه أنت تكون عندي. بل في الحرارة حقها 88. 88 راح أركبها إن شاء الله. بل في النيسان هذا يفتح على 76. لاحظ عندي هنا عشان توضح الصورة، 76 76. وراح نغير الجلدة هذه وتركب بعون الله على نفس الجلدة اللي هنا. لازم نركب الجلدة حق القديمة. ليش؟ لأنه الجلدة القديمة هنا فيه زي الزاوية، تركب طبيعي هنا. لكن لو ركبنا الجلدة هذه على حق الوكالة ما ينفع. لكن لو ركبنا الجلدة حقت الوكالة على البلف النيسان طبيعي، ولو ركبنا الجلدة نفسها هذه مباشرة بيكون طبيعي. لاحظوا عندي هنا طبعا يركب طبيعي إذا شلنا القاعدة الخلفية هذه اللي هي السوستة هذه والقاعدة هذه عن طريق اللي هو التيلة هذه. هذه ما احتاجها بعون الله، ما يحتاجها. هو وظيفة العمل كله على النابض الداخلي اللي هنا والبلف الداخلي. فأنا شلت اليوم هذا لأنه المسافة حقت القطر اللي هنا أكبر أو أطول من المسافة اللي هنا. لاحظ الفرق، فرق بس فقط اللي هنا. فشلنا هذا إن شاء الله ما عاد نحتاجه بعون الله، ونركب ونعطي فيها الفرق بعون الله مع التركيب، بس بعد التنظيف الدائرة. طبعا جهزت الجلدة حقت الوكالة اللي كان فيها سابقا على البلف الجديد حق النيسان، جهزناها للتركيب. أول ما ننظف الدائرة راح نركب البلف بهذا الشكل، لأن الجلدة حقت الوكالة فيها زي السنترة تركب في المجرى حق الترومبة. وهذا الآن راح تفض فيه لصاحب السيارة. وطبعا التنزيل الحرارة ما منه أي مضرة ولا يحتاج لها أي برمجة، فقط إنك استخدامك للماء المكيف راح تخلي المروحة شغالة باستمرار، فيكون التكييف بعون الله عندك درجة الحرارة في حول 80. بدون مكيف بتكون نفس حرارة الوكالة، لكن ما في أحد بيستخدم السيارة في الصيف أو في أغلب السيارات في أغلب المناطق بدون مكيف. الجو حار عندنا خصوصا بالشرق الأوسط، وخصوصا عندنا بالسعودية وبدول الخليج، فغالبا بالمكيف يغنيك عن البرمجة ولا راح يضر ولا في فرق في صرفية البنزين. لكن صراحة أنا مستغرب إن درجة الحرارة في السيارات الكورية عالية جدا. لا والله ما أعتقد إنها تناسب الجو اللي إحنا فيها. على العموم راح نضف الدائرة ونركب بالبلف الواحد أو 76. طبعا ما راح أستخدم الفيري، راح أستخدم المنتج حق المنظف الراديترات، ديتر كلين أو كلينر. أنا أقول لك لازم تضاف مع كمية الريديتر السابق اللي في السيارة وتكون على درجة الحرارة التشغيلية المعتادة. المادة هذه تكفي 10 لتر. أعتقد نظام السيارة الصغيرة في أغلب السيارات ما تتعدى 10 لتر نظام التبريد أو كمية الماء نظام التبريد. فراح أضيف الكمية هذه، ويقول لك لابد تضرب من 10 دقائق إلى 30 دقيقة. راح نعطيها نص ساعة أو 20 دقيقة، وبعدها راح نفرغ الزيت الموية بالكامل ونعطي الموية الأصلي حق الهونداي الموجود بخزان الشركة. خلصنا من التنظيف عن طريق المنتج، فكيت الهوز العلوي هذا الثاني اللي هنا، وايضا اسفل الريديتر من هنا عشان يكون هذا اسفل نقطه للتفريغ المويه.
فبروح انا عن طريق المضخه حقت الهوز حق اللي عندي في الخزان الارضي عن طريق المضخه، راح انفخ بالمويه من هنا، ما انا والله باقي عندنا فيه وصاف هنا، لكن راح انفخ عن طريق اللي مضخة المويه عشان اطلع المويه الترسبات اللي في راس الماكينه، وانفخ برضه من هنا عشان اطلع المويه والترسبات اللي موجوده في الرديف، وبعدها راح انفخ بالليل الهواء. نظف الدائره، ركبنا الهوزات، ركبنا الهوز السفلي، الان بس راح نفك الكوع ونركب البلف الجديد. الان راح اركب البلف الجديد. نحط هذه هنا، ركب بالملي. خلاص عندنا المسامير العلوية، هذا المسمار السفلي اللي أسفل الهوز. تم الشد، هلا راح نعبي المويه الاصلي وان شاء الله امور طبيعيه. تم تركيب الصدام، انتهينا الان نهائيا من تركيب كل شيء، الان بس راح نوقفها على جنب، راح نخلص الاريون وبخليها شغاله، وبنقيس حراره الجير والمحرك عن طريق جهاز الاو بي دي، وللامانه كل جوادي انكبوه، كفرت الكبوت على الجوال وانكسر معي الشاشه، لكن الحمد لله لكل حال. على العموم الان راح اوقفها على جنب ونشغل ونقفل الجهاز الأوبدي ونشوف نتابع الحرارة، طبعا بدون مكيف لأنه الآن المكيف عندي فيه حساس خربان، غيرت الحساس، بكرة عبي فريول وبنشوف برضه مع المكيف كم بتوصل، وراح الآن نغير له زيت الجير حق الأريون 2015 مدري 12 الله أعلم. طبعا حرارة المحرك الآن لها يمكن أكثر من نص ساعة شغال بدون مكيف، المكيف حقها يحتاج إلى تعبئة فريول، بنشوف الآن كم لها. طبعا للأمانة تشتغل المراوح على درجة 100 او 99، المروحة الان شغالة، البلف مركب الان 76، ما راح يستفاد منه اذا شغلت المكيف او ممكن في الخط، لانه مع الخط فيه صدام هواء خارجي فاكيد انه راح يكون فيه تبريد افضل. هذا الحساس الموية، طبعا الموجود في السيارات الكورية الحساس يقيس سعر التبريد فقط. هذا عندي هنا 96، لان المراوح شغالة، اول ما تفصل المراوح تطفي وترجع تكون مستقرة ما بين، لأنها بتكون على حرارة الوكالة كذا بدون المكيف، وتكون نفس حرارة الوكالة ما في أي فرق. شوف الآن 94 فصلت المراوح، الآن تصل إلى 92-93 وترجع تعيد إلى 99 وتشتغل المكيف أو يشتغل المروحة، لكن مع المكيف راح تنزل إلى درجة الثمانينات. نعطى إن شاء الله نعطى عنها تجربة بعد ما ركب له فريون. الآن ترجع تزيد الحرارة لأنه المروحة فصلت، شوف الآن زادت المروحة الحرارة، تصل ل 99 وتشتغل مرة ثانية المروحة وتنزل. على العموم إنه التعديل البلف بدون المكيف ما راح يفيد، في الوقوف برضه ما راح يفيدك، اللي يفيدك راح يكون في الاستخدام ويكون مع المكيف، ويكون حتى افضل للسياره، لان الان ما في احد يستخدم سياره بدون مكيف، وحتى في العقبات وفي الاماكن المرتفعات المفروض انه مع المكيف يكون التبريد اعلى، فيكون النظام افضل. من بعض الناس تفكيره يقول لك بدون مكيف السياره اريح، ما في اي فرق، بالعكس مع المكيف تكون التبريد افضل. طبعا ما شاء الله تبارك الله عند محل المكيفات نعبي فريول، و طبعا هو اساسا سياره جتني عشان تغيير حساس الكمبرسر، غير الحساس الان يعبي الكمبرسر المكيف الفريول، وما شاء الله تبارك الله مع البلف 76. لاحظوا درجه الحراره عندي الان هنا كم 84 وفي نزول لسه، هذا لسه انا في الوقوف ممكن لي 10 دقائق مع تشغيل المروحه المكيف، ما اعتقد انها توصلها على بلف الوكاله حتى لو مشغل المكيف، ولكن ما شاء الله تبارك الله بنشوف كم توصل معنا مع المراوح
الضغط العالي أو السرعة الثانية مع المكيف. يعني كذا يبدو لي أنه توصل ل 84. تطلع فوق مرة ثانية. برضو بنجربها في الخط مرة ثانية. وهذا عندي حرارة الجير والسيارة واقفة مع المكيف. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله على سرعة 120. الحرارة عندي هنا 62. هذا من البرد الخارجي والإلغاء طبعا الراديتر. الله يعطيه خير في شر. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.